كلمة لقيادات التيار الإسلامي. أقول لقيادات التيار الإسلامي، ينبغي على قائد كل تيار أو فصيل أن يمد يده للفصائل الأخرى، حتى وإن كفوا أو قبضوا أيديهم تظل يدك ممدودة لكي تكون قد أديت ما عليك، ولكي تكون معذورا عند الله عز وجل، ولكي يتحقق النصر على يديك أنت ما دمت قد أديت ما عليك. قال الله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره. وأنا لا أتصور إطلاقا أن يكون الهدف واحدا وأن يقع الخلاف إلا إن كان على دنيا، كل فصيل يريد أن يثبت أنه هو البريمو، أنه هو أنه هو الأقوى. هذه الأمور تخدح في نية الإنسان. ألا ترى أن الله عز وجل قال: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بل ينبغي دائما أن نكون أذلة فقراء بين يدي الله تبارك وتعالى.